إذن متابعي ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة أسفي، وبالضبط من داخل أسوار المدينة القديمة. كنقول لكم صباح جميل. إذن للأسف أول لايف انطلقنا به اليوم هو كان حول الأطار، ومرة أخرى هضرنا الصباح على الانهيار ديال البرج الغربي الجنوبي بقصر البحر بعد ما انهار جزء جديد منه. ها هو الآن أمام الكنيسة الإسبانية، هي واحدة من أهم أيضا من أقدم المعالم الإسبانية اللي خلات الأطار واللي خلات اللي خلاو الإسبان هنا في مدينة أسفي. ها هي انهارت، ها هي الإسبانيولية. إذن هذه الكنيسة تم، إذن الانهيار ديال الكنيسة جزء من الكنيسة الإسبانية، والخطر اللي اللي تقدر أنها تخليه للمواطنين والساكنة هنا اللي كانوا متواجدين هنا في المنطقة. إذن المسألة جد جد صعبة، خصوصا أن كاينين الناس اللي ساكنين هنا قدام الكنيسة، والدريبة كتطلعوا منها الوليدات المدرسة. كاينة 50 متر ما بينها وبين المدرسة. أجل أجل، السلام عليكم. السلام عليكم. امتى سمعتوا، امتى عرفتوا بان الكنيسه ضربت؟ تيقولوا الربعه، اربعه الصباح، ضربت الجزر. ما ضربت احد؟ لا ما ضربت احد، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه على هاد. شحال هي تقريبا مسدوده هنا في المدينه؟ واحد نقول 14 سنه وكثر، اكثر اكثر 14 عام هي باش مسدوده اكثر. هي كبيره، هي من الداخل كبيره. شوف البقعه، شوف المساحه، الريبه هي من الداخل، بعدا كاتبه الريبه من الداخل. المساحه ديالي توريك. وهاد الدريبه هادي كدوز الوليدات الصغار قلتوا لي. هي مدرسه، جي نوريك المدرسه. كاينه مدرسه هنا، كاينه مدرسه، كاينه مدرسه هنا. اذا هذه الطريق من كيطلعوا الوليدات للمدرسه. الصغار كلشي كيدوز من المدرسه. الله يحفظ، الله يحفظ. انا ريت كندوز منها مع حالي عندي. استغفر الله، لا اله الا الله. كاينش لي هذا الناس كتخاف. المدرسه قريبه في الراس الطليعه. هذا هو رياض، رياض هذا تسد هذا رياض، هذا السبيطار، السبيطار القديم ديال المدينه. عرفتي قداش داخل صافي شتباب المدرسه. هذا الشباب ديال المدرسه. اذا انت هذا، انت هذا، انت هذا تورع. اذا هنا هي هذو القواس ديال واحد المدرسه ابتدائيه، ياك؟ نعم مدرسه ابتدائيه ومازال خدامه، وهاد القواس حتى هما الناس كيتشكاو منهم وكيقولوا بانه تقدر توقع كارثه جديده، تقدر توقع كارثه جديده لا قدر الله. الله يحفظ. اذا اجمع اجمع، لا ما نقدروش نخرجوا من المدرسه، ما نقدروش نصوروا من المدرسه. هذا هو المسجد. هذا السبيطار، هذا كان سبيطار، سبيطار الحومه، هذا ديال المدينه القديمه. إذا الموقف والحالة جد خطيرة هنا في المدينة القديمة. كاين حتى بعض المواطنين المغربي اللي كيعقدوا باش يشرو واحد الكيلو ولا جوج كيلو ديال السيمان. الناس كانت في كريب فوق ديال الحسن الثاني الله يرحمه والديه برحمة الله، كان تيطلق البراح وتيقولها زيروا عباد الله وصبوا وصلحوا. كانت المدينة هكا دايرة، وكان الناس تدير الحريرة تدير. ولا المواطن دروكا ولا باغي يسكن، ما بقى فيه ما يخسر تا كيلو ديال السيما. ما هاد الناس ديال صحاب السلطة، سيدي واحد السيد عندنا قايد تيقول لي يوز الله يرضي عليه، ما عندي مقدم داك يرضي الخليفة ديالو المقدمين خدام، ولكن تا المواطن خاصو يتعاون. هذا هو كاين بعض المحلات اللي الناس استافدوا فيها منها، ولكن سدوا المحلات، داروا لها مسلمه بحال هادي. ولكن هي غتريب وغتجر وحده اخرى. صلاح هاد الشيء؟ لا ما كاين لا ترميم لا والو، ما كاين. هادو الناس صافي يخرجوا في حالاتهم مشاو. لا هما جابوا واحد الشركه هنا، جات نقات كاع الجور اللي كاع دوك الخرب اللي كاين حداك، و ما خاطر يكون ترميم، خاطر الترميم يكون، خاطر الترميم يكون. الترميم ما كاينش. حتى المواطن خاطر يتعاون، ما كاين نعولوا على الدولة هي اللي غادير لنا كلها، الله يستر سيدنا. ولكن خاص المواطن يتعاون، تريد سيما تا هو يدير الحريرة
يتبغ دارو ويجي دارو ما تقول تكون فافور لا نعود لا الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه هذه سيدي راه مدينه الدور على اليمين ولا على اليسار ولا كما كي نرجع كل شيء راه المساجد وحكومه ثاني واحد المسجد اعظم هنا اعظم مازال باقي ما تحلش باقي ما تحلش مع حكومات مع ولكن بداو في واحد ديال القصبره من المساجد القديمه هنا في المغرب في المغرب ولكن ما خط الاصلاح الناس مسجد الاعظم بداو فيه بداو فيه الاصلاح وقيل لا لا ما بالي حتى واحد ما كاين حتى اصلاح لا لا سبق لنا سجلنا عليه جوج نعطيك واحد المستوى قول لي حنا كساكنين في مدينه دهشه حنا عارفين بلي هاد الناس ناسين هاد المدينه حنا ما تيبان لينا دابا حتى شي كنيسه جاو الصحافه وهذا راه المدينه كامله غادي تطلع لو سبق لنا هضرنا من بعد بقينا تشوف دابا بامكانك اخويا ديال شي ضويره غادي تشوف لا راه على الاقل على الاقل غنكونوا صوبنا هنا واحد 6 ولا 7 الروبورتاجات لا ما بين المساجد ولا ما بين المنازل الايله السقوط هنا في المدينه جي من ميلودا لعند ميلود قنت هذا كامل هنا هضرنا قناه ما كتسهلش في هذا الشيء وفي ما كتعيطوا كنجيو شوفوا وليد الله يرضي عليك الصحافه كاين الكنيسه هذه بطبيعه الحال كتقدر تهضر على راسك واحد شي 4 شهور ولا 5 شهور واحد الدري كان جديد هنا ولد الحاو ما عندنا وطحت عليه حضره من هذه البلاصه ديال هذه البلاصه هذه لا البلاصه وتفرق عليه راسه ولكن كل ما كاين في الجبال طحت عليه حجره طحت عليه حجره هنا في هذه البلاصه هنا راه انت تدور لا على اليمن ولا على اليسر ولا كاين هرجه ولكن هذيك القضيه انا الانسان استفد وسديتو المحل ودرعتو ليه البريك وما دار ليه حتى حاجه على بحال هذيك الصمعه هذه لا طاحت عرفتي انا حضرت انا الصمعه الا طاحت فعلا غتوقع كارثه. السلام عليكم انت سيدي انت اللي هنا ساكن قدام الكنيسه تعاود لنا سيدي على المشكل ديالكم مع حد احنا اون ديراك دابا على البث المباشر طاحت الصور طاح الصور الكنيسيه ماشي غير اليوم الليلات راه بعيد على واحد ديال 5 سنين ولا 6 سنين كتريب من الداخل بعدا كتريب من الداخل كل مره كتسمعوا عمرهم جاو قلبوها ولا شي حاجه ولا شي والله كيجوا وقت كيوقع شي حاجه بحال هادشي هكا كيجوا لواحد الباب كيسدوا ما كاين ما كيهبطوش داكشي اللي كاين لداخل اذا هذاك الشيء دابا عامر الداخلية بحال كي داروا داروا سيرو الباب وكانوا خلاو الشارجوم هنا واحد 5 سنين دابا ولا 6 كانوا خلاو الشارجوم هنا عاد اللي عند اللي بغى يرتكب شي جريمه ولا شي حاجه ولا شي كان كيدخل من الشرجم حتى الوقت اللي شعلت فيه العافيه واحد العشيه وجات البومبيه وجاو كذا كيفاش هما جاو فتوا هذاك الباب ودابا راه نفس المشكل دابا التراب اللي كاين تما كانوا بغاو يدخلوا لهاد الدار من غير يدخلوا لهاد الدار كانوا هالتراب ناويين يدخلوا للدار يدخلوا لهاد الدار غير هاد الصباح هاد الشيء هاد الصباح ما معوبه ساعة الحديقه بغا يدخلوا غير التراب وصافي ويجمعوا هادشي وصافي اه صافي الوقت اللي فاش ناوي حبستهم اللي دوروه تما هذاك قال تما قال لك لا راه غندخلو تما وغنجيبو كاميو الكاميو اللي غيهزهم من تما يهزو من هنا ومن غيدخل هذا الطراب هذا ولا الكاميو يقدر يدخل هنا للمدينه القديمه احنا مثلا هو سعيد ديال المدينه غتوصلو في الكاميو تحت في شي وقف كامل اللي غيدخل هذاك الطراب تما وغتصب الشتاء وغيتجمع هذاك الماء ما غادي يطيحش عليا بحال اللي كاين عندي انا هو انت ما خايفش دابا من هذا الصوم شوف قداش عندنا واحد الطابه هنا يدير انا ضاعني فيها مشكل انا مشكل انت دارك هذا مشكل انت ولد المدينه انا ولد انا ولد انا ولد القطار وين غادي يجي خرجوني من هنا غير نمشي اولا ما كنمش عليا فيها مشكل ما كان طالب منهم اصلاح ما كان طالب منهم والو باغي غادي تروح انت كتشوف تفضل دخل شكرا دخل طلع بدا من هنا حشد الطواريف السيف يعني تفضل عندك مصلحه انا خويا زيد دخل ها انت عندك مصلحه الى دار لي الطلب تما اش غيدير ها ها تشكل عليك تشكل عليك خطر هنا بالنسبه ل... لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله
ويشر سر البلية ما يضحك، سر البلية ما يضحك. لكن ما كتشاهدوا معنا مواطن تمام واحد الكنيسه طلعوا عليها البريك كما كنقولوا بسدوا الباب ديالها. ملي سدوا الباب ديالها الكنيسه بقات كتنهار بشويه بشويه حتى اليوم صبحت طايحه كامله. واللي غادي نقول لكم بانه حنا كجمعيه ممثله الساكنه المدينه القديمه كنبغوا نتواصلوا مع الناس ديال السلطه اولا الناس ديال المقاطعه اللي كنتميو ليها ما كيتواصلوش معنا بتاتا. واللي بغيت نقول لكم هو هنا كاين غياب ديال السلطه، ولا قلت لكم كان غياب ديال السلطه بانه حتى كطيح شي دار عاد كيجيو، ما كيجيوش قبل ويدرسوا ويشوفوا الديور اولا المنازل الايله للسقوط ولا شي حاجه، حتى كطيح الدار ومني كيجيو ما كيديروا والو. الا قلت لكم دابا هما جاوا مع الصباح، ومني جاوا مع الصباح حدهم كانوا باغيين يشدوا التراب ويلوحوا في واحد الدار لهيه، حدهم كانوا باغيين يشدوا التراب ويلوحوا في واحد الدار ليها ما داروا والو. كيف ما كتلاحظوا ديك الناطره واحد السيد كان ديز من هنايا انتم شوفوا ها طاحت عليه حجره، انتم شوفوا شحال من غرزه طاحت عليه حجره من هنا من الفوق ومن هذا المنبر الله يجزيكم بخير. كنعاود نقولها بانه في المدينه القديمه راه كاين غياب ديال السلطات، السلطات ما كتواصلش مع الناس ديال المدينه القديمه بتاتا. وهذه البلاصه هذه اللي طاحت فيها الكنيسه هي معبر رئيسي وطريق رئيسيه لواحد المدرسه، راه كاينه مدرسه ابتدائيه هنايا كيقراو فيها الوليدات ديال المدينه القديمه. كيف ما كتلاحظوا دابا كما نقول لكم دابا ثلاثه السوايع باش جا رئيس الدائره وباش جاو الناس المسؤولين هو التراب باقي هو هو الحجر باقي كيطيح وما داروا والو، جاوا تصوروا ومشاو. حدو رئيس الدائره كيقول اللي بغى يدوي مع شي مواطن كيقول ليه راه كاين ولا ما كاين، كيقول ليه رجع الله وراه عندي الاحصاء ديال الديون. ولهذا كنقول لكم بانه اولا كنوجه كلامي للسيد حسين شينان عامل اقليم اسفي، كنقول لك السيد حسين باننا راه ما بقينا طاقنا في حتى شي واحد في هذه المدينه القديمه، راه بقينا طاقنا لا في برلمانيين، بقينا طاقنا لا في مرشحين، ما بقينا طاقنا في مندوبيه الثقافه لا في حتى شي واحد. راه كنطيقوا فيك وكنطيقوا في صاحب الجلاله نصره الله وكنطيقوا في الله. الله يجزيك بخير السيد حسين، راه بينك حتى تلبس شي سبرديله وتلبس شي سروال وهود معانا، هود معانا حنا كجمعيات، ماشي تبقى تجي مع القايد وتجي مع رئيس الدائره كيكذبوا عليك كيوروك غير البلايص الزوينين، جي عندنا حنا كمواطنين اولا كجمعويين ونوروك البلايص اللي واكلين الدق، راه كاينين هنا الناس واكلين الدق ديال بصح ماديا ومعنويا. وشكرا لشوف تي في على التعليق على التغطيه الاعلاميه ديالها، وشوف تي في اللي ديما حاضره معانا، وتحيه خاصه للطاقم التقني اللي حاضر معنا دابا وشكرا. الله يحفظك يا حمزه شكرا. انت لا لا الاخ ديالك كان غير دايز هاك لبسه اه هاك دوينا على المدرسه خويا كان معوض عام الدار من دارهم جات لهنايا وطاحت عليه الحجره. في من غادا نهضرو مع من غادا نهضرو، حتى واحد ما شاف فينا ولا عطانا وقت، وخويا هو اللي هزني انا مرجاله ما عندي لا راجل لا ولد يديك لا خليك، هو اللي بيا. وملي طحت مغط هنايا ما كاين كاع اللي كان بيه، اي باب مشينا ليه كلشي مسدين علينا، حتى واحد ما عطاني شي وقت. حضرت راسي وجيت قعدت وقلت امري لله الله اللي معايا. الاخ ديالك كيبقى دابا شويه شويه مسكين واخا حتى باقي مريض، ما تبعتو لا اسيرونس ما كاينش مع من دابا، حتى واحد ما شاف فينا. جات لومبينونس هي اللي داتو للسبيطار قال لك ما حضروش البوليس باش غنديروا لكم تقرار، ما وقفوا لا بوليس لا جاو البوليس من ورانا ما عرفت. المهم مشى خويا في غيبوبه ما عرفناش بانه واش غادي يبقى عايش ولا غيموت. إذا هذه رسالة للسيد عامل إقليم مدينة آسفي السي حسين شينان بعد هذه الحالة الإنسانية، أنها تكون واحد الالتفاتة، واحد الالتفاتة. إذا هي كاينة ضحية، إحنا باقيين كنهضروا على المشكل ديال الضحية ومن انهيار ديال هذه المنازل ومن انهيار ديال هذه المعالم، هي كاينة ضحية، هي ضحية اللي ما هضر عليها حتى حد، ضحية ما شافها حتى حد، ضحية ما عارفها حتى حد، ضرب تهز مشى للسبيطار صافي بحال هكا بالما، على كلشو صافي ما وقع والو، هي كتسمعوا هو المعيل. هي هذه اللي هضرتي عليها دابا جبت الخبر جيت نجري. اذا هذه الرساله
كنتمنى انا توصل العامل ديال الاقليم ولا اي مسؤول اللي انا يقدر يتحرك. هذا الصباح هذا صباحين كنهضروا على الانهيارات ديال المعالم التاريخيه هنا مدينه اسفي. هذه الكنيسه تم التشييد ديالها في منتصف القرن 19 ولكن تسدات بدون اصلاح. ما يمكنش انهم يخلوها بدون اصلاح هنايا. اذا المسؤوليه انا راه خاصها تتحملها الجهات المعنيه، لا القطاعات الوصيه ولا السلطه المحليه ولا المجلس البلدي ولا اي جهه معينه تدخل في هذا الشيء. اذا ما علاه واش المواطن واش بغى يدير؟ ها هو كان المواطن قبيله التصريح ديالو شنو قال؟ قال لك الحال القديم عجبني التصريح ديالو، قال لك في القديم كنا كنتجمعوا اي حاجه واقعه كنديروا واخا خدشه خدشه السيما ونقادوا الحاجه، ما بقاش فينا هذا الشيء. اي ها هو كيقولها قالها تصريح عقلاني يعني زوين، ولكن في نهايه المشكل هو كاين دابا المشكل، هو كاين انهيار، كاين ضحايا، كاين مجموعه ديال المشاكل. كاين عندنا واقع خصو يتدبر، عندنا ازمه خصها تدبر، عاد من بعد نشوفوا الحلول. واش على مستوى العقليه واش تبدلوا الناس ديال المدينه القديمه ما بقاوش الناس القدام كيف ما كانوا، ما بقاش هذاك التضامن، ما بقاش. ولكن كاين مشكل، كاين انهيار، كاين انهيار، كاين ضحيه. انتم كتسمعوا السيده وكتشوفوها معاكم في اللايف كتقول لك خوها هي اللي عندها هو المعيل ديالها ضرب ومشى للسبيطار وتا واحد من بعد ما بقى سول فيه وما عطخو تا واحد وهي كتبكي. اي بلاصه مشيت ليها نسات ديال البيبان قال لك واش من اللي طاح هاد القضيه واش من اللي ضرب، جاو شي بوليس ما شد انا لا بوليس. انا وليت نقول يا ربي نموت قبل منه، ما يموتش قبل مني انا اللي من غنبقى. انتما حال هذه حاله ديال جميع وخصو بالذكر الناس ساكنه ديال مدينه اسفي. حيت غصبح اول بد مباشر درتو على قصرة البحر ودرنا على الانهيار ديال الاجزاء ديال قصرة البحر وذكرنا التاريخ ديال قصرة البحر وذكرنا العلاقه ديالو ثقافيا وكذا، ما ذكرناش بانه يقدروا يكونوا ضحايا، ما قلناش بانه يقدروا كان. واخا وكاين اشكال وهو في وسط المدينه القديمه الاخوان، راه هو السيد انتم شفتوا دارو كيفاش دايره وكيفاش مصلوحه وكيفاش زوينه، ولكن خايف راه حيت هذيك السمعه اللي نزلت صافي راه مصيب. وما يمكنش اللي ما يجي يقولوا لي اجا ترحل نخرجوك من دارك، راه هو سمعتوا شنو قال، غير ما يمكنش يرحل. انا صالح داري وخاسر على رزقه، وهذه دارو كبر فيها وغيضطر باش يقدروا يخرجوه. علاش باش ما تهدد السلام؟ وهاد الوليدات اللي ساكنين في هاد المدرسه حيت هذه طلعه كدير المدرسه، كاينه مدرسه ابتدائيه في الميتو. انت غير اذا هذه طريق ديال المدرسه، وشنا القواس الفوق بان الناس كتشكى بان القواس يقدروا يطيحوا ولا طاحوا في الوقيته اللي يكونوا فيها الوليدات خارجين. شكون غيتحمل المسؤوليه؟ شكون غيتحمل المسؤوليه؟ ها هو النداء كنوجهه اليوم للساده المسؤولين، كنوجهه اليوم للساده المسؤولين قبل ما توقع الكارثه. هذا الراجل هذا ضرب بيت منه الضرب وخرجات خرجات عنده سليم وخرج وكامل راه تفرشخ وكي خرجات عنده سليم، ولكن غدا لا بعد ولا طاح هذاك الشيء على الوليدات ديال المدرسه. غاد جي عاوتاني بحال هذاك السيد اللي قال لك الصحافه ما كتهضر، الصحافه كتهضر، والصحافه تسجلوا عليها بانها صدقات هضرات على شحال من مره على هذا الشيء. فاش جبدوا المشكل ديال المساجد درنا ثلاثه الروبورتاجات لنا على المساجد لنا في المدينه القديمه، سجلنا ثلاثه المرات على المساجد لنا في المدينه القديمه، وهي الرابعه هي دابا ديال الانهيار. وهضرنا على جوج ولا ثلاثه ديور لنا ديال الساكنه ديال الناس اللي كتعاني منها من المشكل ديال الانهيار، ومره كيكون تفاعل ومره لا للاسف. تبغي تقول شي حاجه حمزه؟ اييه بغيت نقول لك مع كامل احتراماتي ليكم بانه كاين غياب ديال السلطات، راه ما كيتواصلوش معنا بتاتا. امتى كيتواصلوا معنا؟ حتى كتوقع شي واقعه ولا كيتضرب. واخا بالنسبه للمسيرين الشان المحلي والممثلين النواب ديال الامه، انتم هنا كافيكتيف، انتم هنا في وسط المدينه القديمه حمزه، وانت في المجتمع المدني وانا كنعرفك وانت كتعرفني، انتم عارفين بان الساكنه ديال المدينه القديمه ورقه قويه داخل الانتخابات هنا في مدينه اسفي، كاين تكتل سكاني هنا وكنعرفوا حنا الحاضر الحمله وسته شنو كيوقع هنا في المدينه. انا لا نقول لك فين هما الممثلين ديالكم؟ واقسم بالله العلي العظيم وانا غنقول لك شكون اللي جاب اكبر عدد. لا ما تذكرش لي الاسماء، ما تذكرش الاحزاب، ما تذكرش الاسماء. والله الا من الانتخابات ديال العام اللي فات. اش من عام كانت الانتخابات؟ 2016 كمل. من 2016 واقسم بالله ما وصلكمش حد. نشي مرشح من 2016 ونتحدى اي مرشح عمرو جا للمدينه القديم. راه لا كنشوفوهم في الحمله، كنشوفوهم غير في الحمله. انا ما كنعرفش هو كاع حيت شمال وخلفه كاع. لا رئيس مجلس بلدي لا استاذ نور. وتقول حتى شي واحد عمرنا شفنا شي واحد. عمر شي واحد ما جا هضر معاكم. وتقول هو ما كنعرفوش.
هذا رود البلاد، هذا الشقوري، هذا زيادة وخلوق، وهذا السيدة هي خنبوبي، خنبوبي تاهي زيادة وخلوق في المدينة، والسيد تاهو من المدينة. 60 عام دابا وزيادة وخلوق، هنا البيت اللي ساكنة فيه مزيودة فيه. راه فعلا شيء يحز في النفس. راه كان يا ربي تكون وزارة الثقافة دايرة شي مراسلة على الجهة الوصية على هذه الكنيسة هذه. أتمنى أنها تكون فعلا دايرة شي مراسلة ودايرة شي تقرير على الخطورة ديال هذا الشيء، ويكونوا جميع الجهات في خبار، وما تشي يكون عامل ديال الإقليم خبار وهذا الشيء اللي وقع الصباح هنايا. أتمنى أنهم يكونوا في خبارهم هذا الشيء، وأتمنى أنهم يتفاعلوا من مورا فاش يسيقوا الخبار، أتمنى أنهم يتفاعلوا قبل ما نسمعوا شي كارثة أخرى. حيت إلا سمعت كارثة أخرى خصو يتفتح التحقيق. وفاش يتفتح التحقيق نتمنى أننا نسمعوا الناس اللي أما الوليدات صغار ما نقدروش نبينوهم، ولكن كاينين أسر، كاينين أطفال صغار جايين هنا من الشارع ومن البلاصة اللي قلت لكم عليها راه خطيرة. من البلاصة اللي شناو اللي قالوا لكم الناس بأنها فيها. دابا هما وليدات صغار عمر الظهور، هما راجعين بحال هما من المدرسة، ولكن دايزين من بلاصة جد خطيرة، دايزين من بلاصة جد خطيرة. وباقي سمعتوا الناس فاش جاوا الصباح بغاو يحيدوا التراب، قالوا السيد مول الجار قالوا لي غنريبوا هذاك الحيط. قال اش قالوا لك باغي يريبوا؟ باغي يريبوا هذا، باغي يريبوا هذا الباب، بغوا يحلوا هذاك الباب ويجمعوا فيه التراب. من غير يدخلوا التراب راه تبداو يحفروا، تبداو يحفروا قبيله بالفاس، غادي يحلوا التراب باش يهزوا، يحلوا التراب باش يهزوا التراب ويخشوه هنا. هو الوقت اللي غيدخل هاد التراب تما غادي تجمع فيه الماء وغادي يمشي لهنا مع شي حاجه عاوتاني الدجار. نعاود هو نفس المشكل. انت خويا هادو المشكل بالفاس، شتي قبيله راه يلاه بغاو يضربوا بالفاس تخرجوا لهم الدراري، كانوا باغيين يحلوا هادي باش غيجمعوا هاد التراب هذا وغيدخلوه هنا. هادشي بعلم السيد الخليفه ديال القايد ديال المدينه، راه حتى هو كان معاهم مع الصبر. هاد الدار هاد وراه الا مشاو تجمعوا التراب هنا راه مشيت عاوتاني هاد الدار هادي تاهي او الدار. شكرا انك استقبلتينا شفناها. الدار مصلوحه مقاده، تنقول لك كلي متكيه عليها غتجرحها. غتجرحها راه هو المشكل، كتلقى دار مصلوحه ومتكيين عليها جوج خرب ما مصلوحينش، كيولوا دوك جوج خرب مأطرين على الشيء الاخر. لا كنتمناو من عامل الاقليم واخا كثرت المشاكل، ولكن كنتمناو انه يهبط يشوف هذا الشيء شنو واقع هنا. كنتمناو انه يهبط يشوف واش. شكرا لكم وتحيه. مرحبا حمزه، مرحبا. الله يحفظ الوالدين. مرحبا صافي مرحبا.